قصتنا لليوم عن شباب تصارعوا مع الجن بجبل سنام اللي موجود بمحافظة البصرة. شنو هي تفاصيل قصتهم وشنو هي الأحداث المرعبة اللي صارت وياهم واللي خلتهم ينصدمون ويعيشون أرعب ليلة بحياتهم؟ كل هاي الأشياء راح تعرفونها بقصة اليوم. السلام عليكم أصدقائي وحياكم الله في فيديو جديد. كالعادة كل واحد يجهز مشروبه المفضلة وأكلته المفضلة وخلي نبلش. القصة صارت أحداثها ويا شاب عراقي اسمه أحمد، وصارت تحديدا يم جبل سنام اللي موجود بأطراف محافظة البصرة واللي مكانه تقريبا ما بين البصرة وسفوان. المهم أنا راح أنقلكم القصة بلسان أحمد نفسه. أحمد يقول بيوم من الأيام وتحديدا بفصل الشتاء البارد قررت أنا وأصدقائي سعد وحسين أن نطلع برحلة برية شوية نغير بيها جو ونريح نفسيتنا ونعيش أجواء التخييم ونخلص أنفسنا من ضغوطات الحياة اليومية. فبلغنا أهلنا إنه بيوم الأربعاء راح نبلش رحلتنا والرحلة تكون بوقت المغرب، وأنا بلغت مديري بالعمل إن يوم الخميس ما راح أقدر أجي ووافق وانطاني إجازة. فبلغت مباشرة سعد وحسين بأني جاهز لهاي الرحلة واتفقنا نجهز كل شيء ويانا، حتى أكو سلاح كان موجود ويانا تحسبا إذا طلع لنا حيوان بري. وفعلا بلشنا نجهز السيارة بكل مستلزماتها وبلشنا رحلتنا وتحركنا باتجاه جبل سنام. وكان معروف عن هذا الجبل إنه الناس تجي يمه وتصور وتستمتع وراها ترجع لبيوتها، وهذا اللي سويناه لأن كنا فرحانين ومتونسين برحلتنا. ولما خلصنا من جبل سنام قررنا انه نتقدم ونتغلغل بالصحراء او بالبر، وكانت نيتنا ان ندور مكان هادئ وبعيد عن الناس. واستمرينا بالتقدم وصلنا نبتعد عن جبل سنام شوي شوي الى ان صرنا ما نشوفه. توقفنا وكان هستوى نبلش وقت العشاء يعني بداية الليل. الجو كان هادئ وجميل والسماء كانت صافية لدرجة انه تقدر تشوف النجوم، والمكان كان جدا نظيف حتى ما بي آثار للسيارات، وماكو شيء قريب علينا ما عدا مرتفع بسيط نقدر نسميه تل. وبدينا نرتب المكان وننصب الخيمة، ولكن كان عندي احساس او شعور بانه اكو شخص دا يراقبنا. شعور صراحة ما كنت متأكد منه لانه اجاني واحنا بمكان مهجور وما بي ناس. المهم بالوقت اللي كنت أنا وسعد ننصب بيه الخيمة صاحبنا حسين شغل النار وجهز لنا القهوة، ولكن أثناء ما كنا نشتغل لاحظت حسين فز من مكانه وكأنه شاف شيء وخايف منه. فسألت شبيك، فقال إنه لمح أو شاف رجال جاي علينا من بعيد يمشي باتجاهنا، وكان واضح عليه إنه لابس دجداشة وغترة على راسه. ركزت على المكان اللي قال عليه حسين وفعلا شفت رجال يمشي ولكن مشيته غريبة وكأنه يعرج بمشيته يمشي باتجاهنا ولكنه ما زال بعيد علينا. فقلت لحسين لا تشيل هم، حتى اذا كان يريد يسبب لنا ضرر فاحنا موجود عندنا سلاح، يعني بين قوسين حتى اذا كان هذا الرجل احد قطاع الطرق فاحنا مطمنين لان سلاحنا موجود. ولكن هذا الشخص مبين عليه انه من احد الاشخاص اللي يشتغلون بالمزارع اللي بسفوان. عموما رجعت انا حتى اكمل شغلي بالخيمه، ومرت لحظات بسيطه لما درت عيني عن هذا الرجال وصرت اشتغل بشغله بسيطه. وراها رجعت والتفتت على الجهه اللي كان يمشي بيها وشفته صار قريب علينا بشكل جدا مخيف ومستحيل، لأنه كان أعرج فمستحيل يمشي كل هاي المسافة بهاي السرعة. الموضوع كان مو منطقي بنظرنا، وهنا حسين فز من مكانه وأخذ السلاح وختل ورا السيارة. إذا كان هذا الرجل من قطاع الطرق فعلى الأقل نقدر ندافع عن نفسنا. لحد ما صار كلش قريب علينا ومر من عندنا ويباوع علينا وسلم، ردينا عليه السلام وكمل طريقه وصار يمشي باتجاه التل اللي بجانبنا وصعد على التل واختفى بالظلام. هنا حسين طلع من ورا السيارة وأخذ وياه اللايت وراح اتبع على التل وصار يمشي، لأن كان كل اعتقاده أنه هذا الرجل راح يروح. فلما صعد فوق التل بقى واقف بمكانه وبقى واقف تقريبا لمدة 5 دقائق وهو يدور بالمصباح أو باللايت اللي عنده بلكت يشوف شيء. وراها رجع علينا يركض وكان جدا مرعوب. فسألناه شبيك، فقال الرجال هذا اختفى بلمح البصر ولا كأنه كان موجود. هنا احنا بقينا نضحك عليه ونستهزئ باللي قاله، بعدين هديناه وقلنا له يمكن ما لاحظته لما راح لأن الدنيا كانت ظلام. المهم خلصنا شغلنا وكل شيء صار جاهز، وراح حسين يم النار حتى يحضر لنا العشاء، اما سعد فكمل لنا تحضير القهوه والشاي، وانا كنت اضبط معسل النرجيله للسهره. فاحنا قاعدين الجو كان جدا هادئ، فجاه هبت علينا ريح خفيفه، وهاي الريح كان لها صوت اشبه بصوت الصفير الحاد، والصوت كان مزعج وعالي. وبهاي اللحظه
لحظة سمعنا صوت رجل ينادي ويصيح بأعلى صوته، وكان ينادي علينا من بعيد. فقام سعد وقال راح أخذ السيارة وأروح لمصدر هذا الصوت، يمكن إنه هذا الرجل واقع بمشكلة أو بورطة ويحتاج مساعدة. فقلنا سعد إحنا ما لنا علاقة بالموضوع، يمكن يكون هذا الصوت هو صوت عائلة وهاي العائلة كانت قريبة من عندنا، لهذا سمعنا هذا الصوت فاقتنع سعد بكلامنا وقعد وكملنا سهرتنا بهاي الليلة. طول الليل كنا نشرب قهوة ونسمع أغاني وصوت الأغاني كان عالي، إلى أن بشكل مفاجئ طلع لنا رجل من وراء السيارة وكان متلثم وملابسه وسخة وريحته جدا كريهة. فقال السلام عليكم وردينا عليه السلام، فاستأذن من عندنا إنه يقعد يمنا وقلنا له حياك الله تفضل، وقدمنا له قهوة ولكنه رفض يشربها. وسألنا أنتم منين؟ فقلنا له إحنا من مركز المدينة بالبصرة. فهز راسه وسكت شوي، بعدها رفع راسه وقال أنتم جايبكم بهالمكان؟ فأني رديت عليه بنفسي وقلت له يا عمي هاي أرض الله الواسعة وإحنا أي مكان يعجبنا نخيم بي. فبوا علينا هذا الرجل بنظرة مخيفة وحس وكأني تحديته بكلامي، فقال لي ما دام أنت إجيت لهالمكان بنفسك فتحمل الشيء اللي راح يصير لك، وانطانا ظهره وراح وهو يمشي. فأنا هنا نصحت عليه بكل عصبي وقلت له شو تريد تسوي سوي. وأول ما سمع هالكلام وقف والتفت علي وهز راسه، فلزمني سعد هنا وقال لي غلط اللي سويته، هذا الرجال كبير بالعمر شلون تحاكيه بهاي الطريقة؟ فقلت له يا سعد هذا الرجال استفزني وأنا أعتقد أنه من أهل المزارع اللي يمنا واللي دائما يريدون الناس تروح من هاي الأراضي. عموما طفينا النار ورجعنا للخيمة، وهنا بلشت الأحداث تظهر. على الرغم أنه المكان كان روعة وهادئ، ولكن الأحداث الغريبة اللي صارت ويانا صارت شي ورا شي. بعد مرور نص ساعة من دخولنا للخيمة سمعنا صوت الكلاب تنبح وصوتها كان عالي وجدا مزعج، وبدت الأحجار ترمي علينا من كل مكان. فزينا من النوم وكنا مستغربين من الشي اللي دا يصير، لأن الأحجار كانت تجي من كل مكان. وهنا فجأة سمعنا صوت الصفير العالي والمزعج، فهنا أنا قررت أتخلص من هاي الكلاب وأطردها، وعيوني كان يطاير منها الشر لأني كنت غاضب. فسحبت السلاح وفتحت باب الخيمة، وأول ما فتحت باب الخيمة فجأة رجع الهدوء للمكان بشكل غريب. وقفت المكان وباوعت يمين ويسار ماكو شي، استغربت من مصدر الحجارة اللي كانت تجينا من كل مكان ومن كل اتجاه، وكمية الكلاب اللي كنا نسمع صوتها كلها اختفت بلمح البصر. كنت فعلا متعصب، وقبل لا أدخل للخيمة جت عيني على التل، وهناك شفت رجل جدا ضخم وكان لابس أسود بأسود وواقف فوق التل وعينه علينا وثابت بمكانه. فخفت منه لدرجة أني حسيت أنه راح يقتلني. فهنا سعد وحسين إجوا يمي ووقفوا بصفي وشافوا هذا الرجل الغريب. وهنا هذا الرجل فجأة تركنا ونزل من الجانب الآخر من التل. هنا تمالكنا أعصابنا وسلاحه كان بيدي وكنا ركضنا باتجاه التل. لما صعدنا اللي فوق فجأة سمعنا صوت دق مال طبول وصراخ ضحك، وكأنه احنا متوجهين لساحة حرب بها مئات الاشخاص ينتظروننا خلف التل. لما وصلنا لاخر التل وشفنا المنظر اللي قدامنا انصعقنا، المكان كان فارغ والاصوات كلها اختفت. صرنا نباوع على بعضنا واحنا مستغربين من الشيء اللي قاعد يصير. فسألت سعد وحسين انتو سمعتوا الاصوات اللي انا سمعتها؟ فقالوا لي ايه اصوات طبول وصراخ وضحك. فرجعنا للخيمة بسرعة وكنا خايفين ومرعوبين، وكانت ويانا سماعة كبيرة فشغلنا بها قرآن. المكان صار هادئ، فقررنا انه نجمع اغراضنا ودخلنا لداخل الخيمة، وكنا نفكر اذا نعوف هذا المكان وين نروح، لان الدنيا كانت ليل واحنا قريبين من الحدود وكنا شبه ضايعين، والمكان مظلم وماكو شبكة او ارسال وما نقدر نتحرك. فقعدنا بالخيمة واحنا ننتظر ان يطلع علينا الفجر واحنا خايفين، لان ما ندري شنو اللي راح يصير. فقال لنا سعد ان هو يريد ينام، وبالفعل بقينا انا وحسين نحرس الخيمة. وهنا واحنا واقفين بداخل الخيمة ونحرسها، فجأة سمعنا صوت رجل جاي من برا الخيمة ويقول اطلعوا من هذا المكان لانكم مخيمين بوسط قبيلتنا. باوعت على حسين وكنت خايف وقلت له لا تتكلم، ورجع الهدوء مرة ثانية. والوقت كان يعدي علينا مثل السنين واحنا منتظرين الفرج، لان يمكن راح نموت لان تعدينا على مكانهم. وفجأة صارت حركة بباب الخيمة، فلزمت السلاح وصرت متجهز لأي شيء. باوعت على باب الخيمة زين وشفت قط اسود دخل راسه من الباب وكان يباوع علينا. منظر هذا القط او هذا البزون كان جدا مرعب، ووجهه كان قريب من وجه الإنسان ونظراته كانت فعلا مرعبة. خفت منه وصحت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم، ومن كثر ما أنا خايف أطلقت طلقتين عليه، ولكن أنا من أول ما تعوذت من الشيطان الرجيم اختفى هذا القط. وراها سمعنا صوت الطبول جاي من برا الخيمة، ولكن هالمرة الصوت كان كلش قريب. وانتبهنا كانت أكو نار برا الخيمة كانت واضحة من داخل الخيمة وجدا كبيرة، مع العلم إنه إحنا طفينا النار قبل لا ندخل، ولكن النار اللي كانت مشتغلة كانت
كانت كبيرة بشكل جدا مخيف، وحوالين النار كانت اكو ناس ترقص وتدور عليها واشكالهم ترعب القلب، لدرجة اني حسيت انه قفص الصدري انطبق على قلب ورئتي. الناس اللي شفناهم كانوا عراة ورؤوسهم اشبه برؤوس البشر المشوهين، وعدهم قرون كبيرة مثل قرون الماعز، واجسامهم من تحت مليانة بالشعر، ورجليهم مثل رجلين الماعز بالضبط، وكانوا يدورون ويطوفون حول النار وكأنهم دا يستعدون للدخول بحرب. وهنا بشكل مفاجئ كلهم صاروا يباعون علي، فمباشرة انا رجعت للخيمة وصرت اتعوذ من الشيطان الرجيم، وقريت اللي حافظه من صور القرآن الكريم. طفت النار بسرعة، وسعد فز من نومه وكان مرعوب وقال لازم نطلع من هالمكان بسرعة لا يقتلونه. فقلت له اقعد وابقى مكانك، وين نروح بهالليل؟ اكيد اذا طلعنا راح نضيع. فسعد صار يصيح علي ويقول نضيع عادي، خلي نضيع، اهم شيء انه ما اموت. فتح سعد باب الخيمة وركض باتجاه السيارة، وشفنا الرجل اللي كان يهددنا واقف بجانب سيارتنا وكان يضحك بصوت مرعب ومخيف. فركضنا ورا سعد وركبنا السيارة وكنا خايفين ومرعوبين، وتركنا كل شيء ورانا وشغلنا السيارة ومشينا وكنا مشغلين قرآن إلى أن صار الصبح. فرجعنا ندور على غراضنا وعلى الخيمة مالتنا إلى أن لقيناها وفككناها، وصلنا نحط شيء فوق شيء حتى نخلص بسرعة ونرجع لبيوتنا مباشرة. وأثناء ما احنا نشتغل ونفكك بالخيمة ونصعد بالغراض إيدينا كانت ترتجف من الخوف، وبالفعل خلصنا الغراض وصعدنا بالسيارة ورجعنا لبيوتنا. أحمد يقول هذا القصة وهاي الليلة ما راح انساها طوال حياتي. هاي أصدقائي كانت قصة أحمد وأصدقائي بجبل سنام اللي بالبصرة. هو شو صوت يا رجل؟ صوت جعيرة. أعوذ بالله. أما ذا حطر أخطبصات وبس. هذا كل اللي كان عندي في فيديو اليوم، إذا عجبكم لا تنسون اللايك والاشتراك بالقناة، وكذلك تتابعونا على الانستغرام. أخوكم عبد الخالق، سلام.